ما الجزء أو ما جزء النبات مسؤول عن امتصاص الماء والأملاح المعدنية؟ طبعا جميع أسئلة القناة توجد في رابط بالوصف، تجدونه على هذا الشكل لتتعرفوا طبعا على إجابتها. يمكنكم الضغط على أي سؤال أعجبكم وستجدون الإجابة الخاصة به. طبعا فلا تنسوا أن تطرحوا علينا أسئلتكم، وطبعا فالخيارات الموجودة هي السيقان والجذور وكذلك الأوراق، والإجابة الصحيحة هي الجذور.